بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بالزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن مصحح الملوحة أو مزيل الملوحة، سميه زي ما تسميه. المنظم أو المصحح بتاع الملوحة أو مزيل الملوحة ده يا جماعة، ده مركب تقريبا يعني في كل المركبات بنلاقي فيها عنصر الكالسيوم. اهوت هتلاقيه عندك كاتبه ايه، كاتب اهوت هتلاقيه كاتب كالسيوم مخلب مع احماض عضويه. تمام، جميع اي حاجه مصحح ملوحه او مخصص ملوحه بيكون فيها عنصر الكالسيوم. ده كودا السال بتاع شركة كودا، طبعا ما بقولكش اشتريه، لا، فيه مليون مركب غير السلتراد، وفي تقريبا في كل دولة حوالي 20-30 مركب مزيل للملوحة. تمام، ده بنستخدمه بمعدل 3 لتر للفدان، يعني البيت اللي قدامك المحمي ده هوت اللي هو 2000 متر ممكن ياخد في حدود لتر او لتر ونص، مفيش اي مشكل خالص فيه. لو عندك بيت مش صغير ممكن ربع لتر او نص لتر، كفاية عليه قوي زي الفل. تمام، طيب الكودا سال او المصحح الملوحة، عشان نبقى مش يعني مش بنسوق لحد، مصحح الملوحة عموما بيستخدم يا جماعة الاساسي في تركيبه عنصر الكالسيوم. ليه الكالسيوم؟ لان الكالسيوم سؤال ثنائي التكافؤ. تمام، الرمز الكيميائي بتاعه Ca2+، يعني 2 موجب. تمام، التكافؤ بتاعه. طيب ليه بنقول الكالسيوم هو اللي هيشتغل على القصة دي؟ لأن الكالسيوم والصوديوم هم أساسا متضادين، يعني ما بيحبوش بعض. إذا زاد مستوى الكالسيوم، يعني أنت لما تحط الكودا سال ده أو تحط أي مصحح الملوحة لازم يكون فيه كالسيوم، المادة الأولى فيه الكالسيوم. لما بيحط الكالسيوم فيقوم الكالسيوم ثنائي التكافؤ، تمام، يقوم رايح على حبيبات التربة. يعمل إيه على حبيبات التربة؟ يلاقي مضمص عليها الصوديوم اللي هو الرمز الكيميائي بتاعه Na+ زائد 1+. طيب الكالسيوم الرمز الكيميائي بتاعه Ca2+، طب الصوديوم 1+. طب تخيل رجلين اللي هم في الكالسيوم بزقوا في رجل واحد اللي هو في الصوديوم، مين اللي هيغلب؟ اكيد الاثنين اللي في الكالسيوم هم اللي هيغلبوا. يقوم الكالسيوم داخل مع ميه الري اللي انت بتضيفه ده، رايح على حبيبات التربه، طارد الصوديوم لان هو معاه 2 تكافؤ، 2 رجاله. تمام، اما الصوديوم معاه 1 بس اللي هو الموجب اللي Ca2+، الصوديوم فيه Na1+. يقوم رايح على الحبيبات بتاعه التربه، رايح الكالسيوم اللي انت بتضيفه ده، يقوم زائق الصوديوم لانه راجل واحد، ويقول له مالكش مكان يا حبيبي عندنا، اتوكل على الله، يطرده. تمام، رجلين دخلوا احتلوا البيت وكان فيه راجل واحد طردوه اللي هو الصوديوم، الرجلين دول اللي هم الكالسيوم، الرجل الواحد ده هو ايه، هو الصوديوم، دخلوا طردوه من البيت واحتلوا هم البيت. هو نفس القصة، حبيبات التربة الصغيرة دي اللي يعني حاجة لا تراها بالعين المجردة، ممكن في اصغر حالاتها يعني بتبص تلاقي راح الكالسيوم، تمام، راح على حبيبة التربة دهيت، تمام، وقام داخل طارد الصوديوم وقاعد هو مكانه. تمام، يبقى الصوديوم غار في داهية، والصوديوم طبعا هو أس البلاوي وأس المشاكل في التربة، سواء في رفع الملوحة أو رفع القلوية برضو. تمام، فأملاح الصوديوم عمل لنا مشاكل، وأساتذتنا زمان كانوا بيسموه الشيطان التربة. الشيطان ليه؟ لأنه بيفرق بين الإخوات، وده بيفرق بين حبيبات التربة، وبيجعل لك الأرض السبخة والقلوية بتاعتها عالية والملوحة عالية، وهلم جرة من تأثير الصوديوم. كل اللي بيعمله الكالسيوم دهوت بيقوم داخل على الصوديوم مشيهولك وقاعد هو محتل المكان. طيب امتى نضيف مصحح الملوحة ده؟ نضيفه امتى يا جماعة؟ نضيف مصحح الملوحة ده هو لما بتكون عندي الملوحة بتاعت مية الري او ملوحة الارضية. طب واحد يقول لي مية الري هيشيلها ازاي في مية الري؟ ما حضرتك كل ما بتروي بمية فيها نسبة ملوحة عالية بتنزل المية جنب النبات، النبات بيمتص المية الحلوة ويسيب الأملاح. تمام،
ولما الميه المالحه ديت بتنزل على الارض بيتبخر جزء منها، والجزء التاني اللي فيه الملح بيفضل، فريه فوق ريه فوق ريه بتكون عندي كميه كبيره من الاملاح نتيجه الاضافات بتاعتها مع ميه الري، او قد تكون الاملاح في ميه التربه. تمام. فبندخل اثناء الزرع، اثناء النبات، او اثناء الموسم بتاع الزراعه بندخل بمصححات الملوحه دهيت عشان نخفف العبء. اياكش كل اسبوع بنحط جرعه واحده للمكان. طيب لو انت عندك الارض مملحه شويه يعني بس الميه حلوه، ملوش لازمه. ليه؟ لان الميه بتغسل الاملاح اول باول، الميه بتغسل الاملاح اول باول. طيب وانا بسمد مصحح الملوحه ده هوت، على فكره التكنولوجي الجديد ابتدى يحط الكالسيوم، مش بقى بحطه مصحح ملوحه بس، ده ابتدى يحط فيه الكالسيوم اللي هو اول حاجه هتزل الملوح، وابتدى يخلبه على احماض عضويه. تمام. بحيث ان هو ما يحصلوش اي مشاكل يترسب او اي حاجه. تمام. ابتدى بعد كده يحط له هيوميك اسيد معاه، في مركبات محطوط فيها هيوميك اسيد، في ابتدى بعد كده يحطه ازوت معاه ويحطه عناصر صغرى كمان معاه. اذا فالقصه ما بقتش قصه مصحح ملوحه بس، ده بقى مصحح ملوحه كمان ومغذي في نفس الوقت لجميع العناصر او معظم العناصر الغذائيه، عشان نكونوا دقيقين، وخصوصا العناصر الصغرى. تمام. طيب لما بنحط مصحح الملوحة ده يا جماعة بنحطه امتى؟ بنحطه ساعة بالظبط ما بنبدأ ري. يعني انت النهاردة عايز تدي البيت 10 دقايق. تمام. في الاول خالص كده مجرد ما تشغل تدوب المصحح الملوحة بتاعتك وتبدأ تضخه على طول، هو الاول. بعكس السماد، يا عم انت تصدعوا دماغنا ليه؟ انتوا مش قلتوا احنا بنسمد اخر 10 دقايق او اخر 5 دقايق او اخر دقيقتين في الري؟ الكلام ده في التسميد، لان عايز التسميد في المنطقة بتاعت الجذور او في الروت زون ديت، انا عايز التسميد في المنطقة دي، لأن أنا لو سمدت في الأول ونزلت مية، المية بتغسل التسميد فبيمشي من جنب الجذور وبيطلع بعيد على منطقة الجذور. طب أنا أحط ده ليه في الأول؟ لأن أنا عايز ده هوت الأول ينزل، وأثناء النزول بتاعه بنزل مية، هو بيقوم المية نزلة بيقوم هو مدوب الأملاح اللي مش مظبوطة أو الأملاح الضارة، مع نزول المية بعده بيعمل لي عملية غسيل للأملاح دي خارج منطقة الجذور. تمام. بيعمل لي غسيل للأملاح دي خارج منطقة الجذور، يعني أنا لما بضيفه الأول بيبدأ يفكك لي في الأملاح ويبدأ يحتل الكالسيوم محل الأملاح دهيا، بعد كده الأملاح بتبقى وحيدة شريدة في المحلول الأرضي أو في المية اللي بين حبيبات التربة. تمام. فتقوم أنت ضيف بقى المية بتاعتك بغزارة بعده، تبص تلاقيه قام غسل لك المنطقة دي بخلها وخلها لك زي الفل منطقة الجذور، وأصبحت تمام ما فيهاش مشاكل من قصة الأملاح خالص. دي اللي كنت عايز أقوله لك في عملية مصحح الملوحة. لو المية عندك كويسة ملهوش لازمة خالص طالما بتروي بالري بالتنقيط، لأن الري بالتنقيط بيعتبر أساسا طالما المية كويسة بيعتبر هو أكبر منظم لعملية غسيل القطاع الأرضي أو الروت زون أو منطقة الجذور اللي نامي فيها النبات. بنتمنى من الله إن احنا نكون استفدنا حاجة عن قصة مصحح الملوحة دهون. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.